شهدت مدينة المكلا عاصمة حضرموت اللقاء الموسع لقيادات المجلس الانتقالي بالمحافظة الذي عقد على وقع صراع سلطوي قائم على الثروة، لقاء جاء ليؤكد موقف الانتقال الجنوبي من المرحلة الراهنة والقادمة وليلحق بالركب في ساحة النزاع السياسي، ومؤكدا أنه لا يمكن العبث بأرض الأحقاف أو القبول بإعادة تدوير هيمنة القوى اليمنية فيها. فالوطن أجمل قصيدة شعر في من الواضح أنه لم يحن الأوان بعد. ينتهي الصراع في حضرموت، وما تظهره كاميرا القناة هنا هو اللقاء الموسع لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، جاء للوقوف أمام المستجدات الرهنة وكي يعلن الدعم للمطالب والحقوق. فليحمل الانتقالي الجنوبي رؤية واضحة لإنهاء الأزمة وإيقاف نهب الثروات. نأكد ونجدد وقوفنا إلى جنب في أن أبناء حضرموت يبسطون نفوذهم على هذه المحافظة أمنيا وعسكريا واقتصاديا وسياسيا، ففيها كوادرها وفيها رجالها قادرين على إدارتها، ونرجو الاستجابة من الأطراف التي لا زالت متعنتة. سنصعد من المطالبة بإنهاء المعاناة التي عن شعبنا وتمكينهم من إدارة شؤون محافظتهم وانزاع حقوقه، وأن نسمح بتسبب مضاعفة المعاناة معاناة مواطنينا واتخاذهم أداة للضغط لتحقيق أجندات سياسية وأطماع شخصية. وسنواصل الدعوة والمطالبة بتقوية قوات النخبة وتعزيزها بمختلف الأسلحة، ولن نسمح بمحاولات إضعاف هذا المنجز العسكري والأمني المهم لكائن من كان. قولوا لأبو قاسم اللي شعب الضرب. قصائد شعرية وكلمات سياسية كانت هي فقرات اللقاء، لكن من الواضح أن الحاضرون كانوا يتوقعون أكبر من ذلك، حتى جاء البيان الختامي الذي بدأت أولى كلماته بهكذا صورة، ليتفق الحاضرون بعد ذلك على بنوده قبل الإعلان في النهاية عن تشكيل لجنة للتواصل مع السلطات المحلية والمكونات والقوى لانتزاع الحقوق، وهو ما أثار حفيظة الحاضرين ليكون ردهم بهكذا كلمات. طبعا هناك لجنة ستشكل كما يقال من هذا الاجتماع خلال اليومين القادمين، وحقيقة نحن لن نتعود على مثل هذه الشكليات، ولكن عقب ربما تداعيات الأمور وطبيعة الأحداث الجارية الموجودة داخل المنطقة، وكان يفترض أن تنبثق هذه اللجنة من هذا اللقاء ذاته بحسب خيار ورغبات الحاضرين جميعا، وليس بنوع من التنقية حتى لا نقارن نحن بما يفتعل أيضا في إطار السلطة الحاكمة أو السلطة كما يسمونها سلطة الاحتلال اليمني. حضرموت تبقى في صدارة الملف السياسي والاقتصادي والعسكري في الفترة الراهنة، وما حدث ويحدث في الهضبة ما هو إلا نزعة خلاف سلطوية، يقول متابعون. ليؤكد لقاء الانتقالي الجنوبي اليوم على تحصين حضرموت من الفتن والانقسامات وتوحيد جهودها مع درعها الحصين قوات النخبة الحضرمية لمواجهة خطر الخلايا ومحاولات الاختراق الحوثية والتهديدات الإرهابية المستغلة للخلافات الداخلية. أكد الحضور جميعا على المطالب المشروعة لحضرموت كمطالب حيوية، وأزادوا على بهي المطالب المعلنة بمطالب تحصين حضرموت من خلال تعزيز النخبة الحضرمية وبسط سلطتها على كامل تراب حضرموت. نفط وغاز حضرموت هما حلقة النزاع في الجولة الراهنة، ليلحق الانتقالي بالركب، ويؤكد رفضه لأي اتفاق بهذا الشأن لا يلبي حق أبناء المحافظة في الاستفادة من عائدات ثرواتهم. فبعد كل ذلك كيف سيكون وجه المرحلة القادمة لحضرموت التي لا يمكن أن تقبل بإعادة تدوير هيمنة القوى اليمنية أو إحياء بقايا أحزابها الممقوتة، أو على أقل تقدير عدم تسليمها وثرواتها لقبضة قوى منظومة الحكم في صنعاء بأي حال من الأحوال؟